طالب أهالي الرقة المجتمع الدولي واليونيسف خلال تظاهرات حاشدة بالوقوف على ما يجري في الشمال السوري، لا سيما بعد ما وصفوه بمجزرة تل رفعت على أيدي القوات التركية. على إثر ارتكاب القوات التركية ما وصف بمجزرة حبق بحق أهالي عفرين المهجرين قصرا في ناحية تل رفعت وراح ضحيتها العشرات من الأطفال والمدنيين الأكراد، ردت القوات الكردية باستهداف مواقع للجيش التركي. وفي بيان صدر عنهم ردا على المجزرة، تم قصف مواقع الجيش التركي في عفرين وعزاز ومارع، فيما انفجرت آلية مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالية والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أدى لجرح 6 أشخاص غالبيتهم بحالة خطرة تم نقلهم إلى المشرف التركية. وعلى الصعيد ذاته قصف التحالف الدولي محيط بلدة أطمة بريف إدلب الشمالية على الحدود السورية مستهدفا سيارة تابعة لجبهة النصرة كان يستقلها المدرب العسكري لما يسمى العصائب الحمراء أبو أحمد المهاجر. وعلى الجهة الأخرى سيطر الجيش السوري على الكتيبة المهجورة شمال غرب بلدة المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي روج موسى. سيد روج أهلا بك. إذن هذه المناطق التي يستهدفها الجيش التركي هل كانت ضمن الاتفاق الروسي التركي مما يعتبر خرق للاتفاق؟ بالنسبة لعملية القصف أو كما تسمى مجزرة التي قامت بها القوات التركية وفصائلها السورية من ما تسمى الجيش الوطني السوري التي تعرف المعارضة السورية المسلحة، هي مجزرة قامت في منطقة تسمى ريف حلب الشمالي أو كما يتداولها السكان المحليون باسم مناطق الشهباء. هذه المناطق التي يقطنها نسب كبيرة من مهجري عفرين الذين هجروا بسبب دخول القوات التركية للفصائل السورية المسلحة المعارضة، يعني الفصائل السورية الموالية لتركيا، إلى داخل مدينة عفرين في 18 آذار 2018. بعد دخول القوات التركية لجأ هؤلاء المهجرين لمناطق ريف حلب الشمالي ومن ضمنها مدينة رفعت التي يوجد لديها يوجد عليها خلافات تركية روسية ضمن مناطق خط التصعيد الموجودة في إدلب، وحتى في الاتفاقات الجديدة التي أبرمت في سوتشي من أجل مناطق شمال شرق سوريا والعملية التركية القائمة في هذه المنطقة. الوضع بشكل عام العملية القصف التركي الذي استهدف مناطق ريف حلب الشمالي ولا سيما مدينة رفعت التي تعتبر مركز تجمع حيوي كبير في ريف حلب الشمالي، ممكن نسميها أكبر مدينة تحتوي نازحين أو أهالي أيضا ما عدا أهالي السكانيين الأصليين طبعا بجانب مهجري عفرين. المجزرة كانت فظيعة، فكانت استهدفت مجموعة من الأطفال قد صرفوا لتوهم من مدرستهم بجانب مدرستهم يلعبون في حديقة للهلال الأحمر الكردي وهي منظمة مدنية تعمل على مساعدة وإغاثة المدنيين في تلك المنطقة. في أثناء لعب القذيفة توجهت إلى منتصف حديقتهم مما أدى استشهاد 10 أطفال وجرح 8 أطفال. نعم. أستاذ روج، لماذا لم يدخل الجيش السوري حتى الآن هذه المناطق للدفاع عن المدنيين؟ القوات الحكومة السورية والجيش الروسي موجودة بشكل رسمي في منطقة رفعت، فهي ليست تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدة حماية الشعب، فهي مناطق بالكامل ريف حلب الشمالي في الجزء الواصل بالقرب من بلدتين نبل وزراء زي الأغلبية الشيعية بالكامل تحت سيطرة قوات حكومة سوريا، قوات حكومة سوريا والجيش الروسي موجود فيها بشكل رسمي. أنا كنت في زيارة لها قبل شهرين أيضا، كما رأيت لم يكن هناك أي تواجد لقوات سوريا الديمقراطية ووحدة حماية الشعب. هناك قوات كردية تقوم ببعض العمليات ضد الجيش التركي في خطوط الجبهات هناك بشكل حتى الحكومة السورية لا تنفيه لا تعلم أي صلة لها بها، ولكن في داخل المناطق التي تعرضت للقصف من يوم أمس وقبل يومين أيضا أكثر من 12 قرية وبلدة تعرضت للقصف في ريف حلب الشمالي من قبل الجيش التركي وفصائله جميعها كانت تحت سيطرة قوات الحكومة السورية والجيش الروسي، مثل ما هي القرى الموجودة والبلدات الموجودة في شمال شرق سوريا، أذكر بعض المناطق في مثل بلدة عين عيسى وحتى بلدة تلتمر التي توجد في خطوط الجبهات الشمالية مدينة تلتمر قرى حوض الخابور الآشوري والسوريانية أيضا تحت سيطرة الحكومة السورية كانت تتعرض للقصف بشكل مستمر من تركيا. هذا يعتبر خرق واضح، يعني خرق واضح من قبل الجانب التركي الاتفاقية المعلنة الروسية التركية المعلنة باتفاق سوتشي وخفض التصعيد، ولا سيما مع استمرار المعارك والعمليات العسكرية في جنوب إدلب من بين الطرفين أيضا. هل نشهد ربما اتفاق سوري كردي أم أن الأكراد يفضلون حتى اليوم الاعتماد على الأمريكيين؟
بالنسبة لمناطق ريف حلب الشمالي، صدى حدث لم يكن هناك وجود للقوات الأمريكية، ليس قبل سيطرة الجيش التركي على عفرين ولا بعد السيطرة، فهي مناطق غرب الفرات والتي تعرف بأنها مناطق ذات نفوذ روسي مثل ما هي مقسمة بين الاتفاقات الأمريكية والروسية. فوجود الروسي في تلك المناطق خاصة في ريف حلب الشمالي والمناطق التي تتعرض للقصف، هي مناطق ذو أغلبية سكانية عربية، ولكن مع وجود مهجري عفرين بات هناك اختلاط بين الكرد والعرب بنسبة توازن الديموغرافية، ليس مثل ما يحصل في عفرين مع عملية تغيير ديموغرافي، ولكن بخصوص اتفاق بين الكرد بين الأكراد والحكومة السورية هو الاحتمال الأرجح في هذه المنطقة، وخاصة في هذا الوضع مع استمرار العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، فهي في رأيي هو الحل الأنجع لهذه الأزمة التي تمر بها المناطق السورية، ولا سيما تدهور الاقتصاد السوري بشكل واضح بعد بدء هذه العملية. لذلك لا يظن هناك تعويل على الأمريكي بقدر ما هو محاولة على خلق حماية دولية لهذه المناطق والمدنيين الموجودين فيها بعد المجازر التركية التي ارتكبت بحقهم. الصحفي روج موسى، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.